العلاقة المشبوهة بين أمريكا وإسرائيل. طبعا ناس كتير جدا بتسأل نفسها دلوقتي، ايه سبب الدعم المبالغ فيه من امريكا لاسرائيل؟ ليه بيحبوهم قوي كده؟ ليه مهتمين بوجودهم قوي كده؟ ليه امريكا مستعدة تتفشخ علشان ترضيهم قوي كده؟ لوهلة ممكن تقول حب، لكن مش للدرجة دي علاقة توكسيك. الحمد لله ان رئيس امريكا جو بايدن زمان كان ليه كلمة وتسربت دلوقتي. It is the best $3 billion investment we make. انت مستثمر 3 مليار مع يهود يعني مفيش ريتيرن. Were there not an Israel, the United States of America would have to invent an Israel. لا ده مزاج بقى وكيف بقى عندك يعني. لو مفيش اسرائيل هنخترع اسرائيل. هو عافية ما كفاية حسك بالدنيا يا حاج جو، وانتوا ما قصرتوش يعني والله. To protect her interest in the region. دعم اسرائيل لحماية مصالح امريكا في المنطقة. احنا عارفين الكلام ده من زمان، بس عشان اللي ما يعرفش يعرف، هي مش محتاجة اختراع. هات شوية يهود ورميهم في اي حتة وشوف اللي هيحصل. يعني اتوقع تكون الصوره وضحت عند الكل. ده حتى البيت الابيض، المتحدث الرسمي باسم البيت الابيض الحاصل على جائزه الاوسكار وجائزه وشوشه 3 مرات، ده وهو بيتعاطف مع اوكرانيا. It's difficult to look at the ملك حاج. ما تكمل ايه، هتفسي ولا ايه؟ Sorry. It's difficult to look at some of the images and imagine that any well-thinking. طب دمعه هنا دي قطره بسرعه قطره، ما حدش واخد باله. Serious mature leader would do that. So I can't talk to his psychology, but I think we can all speak to his depravity. جايزة أسوأ تمثيل، والله أسوأ تمثيل شفته في حياتي. أنت السيزون الجاي تشتغل مع محمد سامي، وده رأيه باللي بيحصل في فلسطين. This is war. It is combat. It is bloody. It is ugly. And it's going to be messy. And innocent civilians are going to be hurt going forward. I wish I could tell you something different. I wish that that wasn't going to happen. But it is going to happen. I wish لو تسكت احسن والله العظيم. يعني السوبر تعريس، والله ما شفتوش في حياتي قبل كده. يا راجل حتى ما تبينش تعاطف على الاطفال اللي ماتوا، ده انت مستثمر ب3 مليار، عيط على فلوسك على الاقل. لا تعليق، والله لا تعليق. يعني الخلاصه ان انت تعرف عدوك وتعلم عليه مرتين. يعني من الواضح ان احنا ما نقدرش نقول على اسرائيل دولة، هي ولاية تابعة لامريكا، وهي اصلا مش دولة، هو كيان محتل، يعني عشان نبقى خالصين من كده. والحل الوحيد عشان المنطقة تهدى والاستثمارات الامريكية تروح في الارض اكتر ما هي في الارض، ننقل الولاية دي من منطقتنا لعندهم، يعني ترجع اصلها. حتى تراقبوا استثماراتكم بالخط الارضي، يعني مش لازم مكالمات دولية، يعني اوفر.